بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين. نرحب فيكم كل متابعينا في نفس موعدنا من الساعة 10 للـ11 في برنامج حفاظ من بلدي. وينضم إن شاء الله لنا اليوم ضيف عزيز على قلبي وشيخ فضيل، أخوي الشيخ فهد سالم الكندري، إمام المسجد الكبير. طبعا إن شاء الله راح ينضم لنا بعد شوية الشيخ فهد، وراح نتكلم عن مسيرة حياته في حفظ القرآن الكريم ووصوله لهذه المرتبة وانتقاله إلى طبعا دخوله للبرامج ودخوله من عالم الإنشاد وترك عالم الإنشاد واتجاه إلى البرامج وكثير من الحوارات وغيرها من الأمور راح نتطرق لها إن شاء الله مع فضيلة الشيخ بإذن الله. نحط البوست نطري منه. طبعا الشيخ انضم لنا هذا البوست، ضيفنا اليوم إن شاء الله. طبعا راح نتكلم على برامجنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. احنا طبعا عندنا طبعا الابليكيشن رمضان في بيتك، ضيف بس مجرد تنزله عن طريق الاب ستور او الاندرويد، وطبعا دايركت ينزل عندك البرنامج، طبعا ينزل عندك الابلكيشن، وطبعا راح طبعا تاخذون كل برامجنا اللي في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، ومن ضمنها طبعا البرامج اللايف راح تنزل موجوده، برنامج فتاوى لايف وكذلك برنامج حفاظ من بلدي حق تابعونا. طبعا اللي عنده اي اسئله يسالنا على علامه استفهام، وكذلك الدايركت راح نجاوب على كل الاسئله مع ضيفنا ان شاء الله الشيخ فهد الكندري، وهو الحين معطيني ريكويست. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أبو محمد. هلا بالصديق بالغالي الشيخ الفاضل الشيخ فهد. عاشت أيامك، يا هلا ومرحبا والساعة المباركة. بشرنا عنك، بارك عليك الشهر، أنتم متابعينكم في وزارة الأوقاف. يا هلا ومرحبا شيخ، منورنا اليوم في برنامج حفاظ من بلدي، وطبعا اليوم السادس من شهر رمضان الكريم. أسأل الله إن شاء الله يعود علينا وعليك في اليمن البركات إن شاء الله. امين امين، نوركم الله يحفظك. انا مستانس اليوم اني انا معاك، مستانس اني انا مع وزاره الاوقاف اللي هي وزارتنا واللي هي داعمه لنا. انا مستانس اني معاك انت يا ابو محمد ومتابعينك. اكيد الله بيحفظك ويسلمك. وطبعا الناس ما تدري ان احنا ربع واصدقاء ولنا سفرات وجولات ابو سالم راح نطلع كل طبعا القصص والحكايات اللي صارت، الاشياء اللي ما تطرقت لها بكل برامجك اللي طلعت فيها طبعا كضيف. احنا اليوم في حسابنا في وزاره الاوقاف البث المباشر راح نتطرق لبعض الامور وغيرها. احنا بالبدايه دائما نسال مشايخنا يعني كيف استقبل شهر رمضان في 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 الحجر المنزلي في هذه السنه. يا ابو محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. هذا اجمل سؤال انا ساله في هذه السنه كلها. هذا أجمل رمضان ممكن أنا عشته وراح أعيشه في حياتي، أنا وأهلي والمقربين لي، وأعتقد كل من يتابعنا. هذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا هو كرم أبو محمد. يمكن أنا تكلمت معاك أكثر من مرة أن الآية اللي في القرآن لما يقول الله سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إحنا الحين قاعد نعيش ونشوف بعيننا الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. من اليوم يحلم ولا يحط في باله أنه يصلي في والدته وأهله وأولاده، نصلي التراويح والجماعة، اللهم لك الحمد، الفروض الخمسة كلها ويا بعض. نعم. ننصح بعض ونوجه بعض دائما في البيت، لأن كل واحد يشوف الثاني، ما في أحد يقدر يزوغ على قولتهم. صحيح. يعني السنة الرواتب مع بعض، الله يسلمك يا أبو محمد. فرصة هذه والختمات نتنافس فيها، يعني تنافس فيما بيننا وبين بعض. نعم. كل ما أنا خلص يجيني ولدي الصغير يقول لي يبا وين وصلت الحين؟ أقول له مثلا وصلت صفحة 91، يقول لي أنا وصلت صفحة 105، أنا أبي ألحق ولدي قبل الله يسبقني. ففي تسابق وفي خير من الله سبحانه وتعالى. فعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا رمضان ما أعتقد، والله أعلم، إن ما راح نعيش مثل هذا الجمال في حياتنا في رمضان هذا. نعم الشيخ، طبعا انت تطرقت على هالموضوع هذا طبعا في احد البرامج احنا بنذكرها بعدين ان شاء الله في نعم. ضمن حديثنا على موضوع الحجر الصحي وغيره من هالامور هذه، ولكن صحيح. نبي في البدايات شيخنا يعني لك قصه جميله مع رحمه الله عليه والدك العم سالم الكندري،
اللي له دور كبير في بداية مشوارك مع حفظ الكتاب الله الكريم. يعني ودنا يعني تقص لنا هالقصة والبدايات عشان الناس كلها تقتدي في الشيخ فهد وبداياته ويقتدون في الطريق هذه يمشون عليه يسلكون عليه إن شاء الله. نعم ابو محمد، طبعا انا كفهد انا ماني مثال، ولكن انا تطرقت الفتره هذه الاخيره يعني كثره ظهوري في اللايفات فتطرقت ابو محمد لموضوع اني شلون حفظت القران، شلون بدايتي. انا اليوم ابي اتطرق مع بدايتي مع القران مع والدي رحمه الله عليه، يعني لعلنا نكسب ترحم الناس على الوالد رحمه الله عليه، وانه يكون يعني قدوه لبعض الاباء والامهات اولياء الامور. والدي رحمه الله عليه من بدايتي في حفظ القران كان عمري تقريبا 14 سنه، والدي سخر كل وقته كل حياته حق فهد. يعني خلاص صار عنده هم واحد ان ولدي يحفظ القران ويتقن القران ويصبح من اهل القران. لما عرف أنا الوالد رحمه الله مقطع كلامك شيخ أذكر أنه حتى ترك الربع والدواوين وقعد يجاوب لك عشان موضوع الكتاب. الوالد كان عنده ديوانيه ما يفوتها، يعني انا الحين في اللايف والدتي قاعد الله يطول في عمرها تشوفني واخواني ويدرون عن هذا الشيء. الوالد كان عنده ديوانيه من الشيء الاساسي ومن اركان حياته، اللي هي الديوانيه وديوانيه ربعه واللي تربى معاهم من الصغر. لما بدا فهد ولده يحفظ القران، والدي رحمه الله عليه ترك هذه الديوانيه وترك ربعه. صرت كل مناسبه لما اروح مع الوالد سواء عرس او عزاء او زياره عيد، كان يقولوا له ربعه وينك يا ابو فهد؟ ايش دعوه؟ ما قمنا نشوفك. يحط ايده على كتفي يقول انا مع هذا. هذا صديقي وهذا ما شاء ولدي وهذا اخوي وهذا اللي قاعد اعيش معاه اجمل ايام حياتي. فكان رحمه الله عليه حريص جدا انه يكون ولده من اهل القران. تغيرت حياته معاي انا والدي رحمه الله عليه لما شاف حفظي للقران وملكه الحفظ اللي الله سبحانه وتعالى وهبني اياها، نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعلى كل من يتابعنا هذه آمين. الملكه ملكه حفظ القران. والدي رحمه الله عليه صار عنده هم مو بس انه يحفظ ولده، صار عنده هم انه ينقل هذه البركه الى كل بيوت من حوله، يعني بيوت مثلا اهله، خواته، اخوانه، ربعه، يقول لهم ترى انا قاعد اعيش بركه مو عاديه، كتاب انزلناه اليك مبارك، هذه البركه قاعد اعيشها مع ولدي اليوم. اذا انا عشت من قبل مثلا 35 سنه من حياتي هذه كانها ما كانت موجوده. الوالد يقول نعم الحياه اللي عشتها اليوم من بعد ما ولدي حفظ القران كاني انا ولدت من جديد. فحياه والدي الحقيقيه كانت هي بداية حفظ ولده فهد لكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم انتقل الحفظ إلى إخواني بارك الله فيهم إلى أن وصل إلى حفيده سالم اللي هو ما ولدي. شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك فيكم ويطرح فيكم البركة. آمين. وطبعا شيخنا احنا طبعا دائما بنسولف وندردش كأن احنا قاعدين ربع ديوانية ما برنامج، هذا اللي انت أنا عارف حاسه، مثال هذا اللي أنا حاسه انا اللي محمد. انا ابي وياك. طبعا المقولة تقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر، نعم طبعا هذه نوقف فيها وقفة، ولكن مع منو؟ مع كبار السن. يعني الله كبار عليك. السن كبار السن يقول لك انا ما كان عندي قدوه، ما كان عندي والد مثل والد الشيخ فهد، كان يعني نعم دائما يعني يحثني على حفظ القران وكان يتابعني. واحنا دائما نعم يعني نحرص على موضوع شيخنا انه حفظ القران اذا ما كان في متابعه من الوالدين اعتقد نعم هي يعني راح يتفلت القران يعني منك. طبعا فانا اعتقد ان الوالد له دور كبير، ولكن الان نركز على موضوع كبار السن ايوه انا قبل لا اذكر عشان موضوع كبار السن ابو محمد، دام ان احنا قاعد ندردش موضوع الوالدين مهم جدا. انا وايد ناس كان يوني قبل لما كنت امام في قرطبه او مسجد الراشد، او كان يتصلون العميد علي في اولياء العميد الامور يمونون علي ابو محمد، فكان يقولوا لي فهد هذا ولدنا حفظ القران وشد حيلك معاه. قلت لهم ما هذا شاء الله خطا، انا حاضر احفظ القران، لكن دوركم انتم اهم من دور فهد صح واهم من دور المعلم واهم من دور الشيخ. دور الوالدين في البيت اليوم هو يقعد ساعة مع الشيخ اللي يحفظ معاه القرآن، يقعد معاه نص ساعة، لكن هو معاك في البيت 24 ساعة. صح أنت اللي صح تشجعه وأنت اللي تحمسه وأنت اللي تكون قدوة له وأنت اللي تسمعه. والله يا أبو محمد والدي رحمة الله عليه واجب في صح الحج 7 أيام سمع لي القرآن الكريم كامل ما لا شاء الله يمل ولا يكل رحمة الله عليه. الله كان عندي يرحمه مسابقة إيران اللي هي اللي شاركت فيها وفزت فيها الثانية على العالم، كان حريص الوالد إن أنا اسمع القران لا في الحج لان بعد الحج عندي مسابقه. في عرفه كان في شيخ مصري محفظ للقران كان جالس ويراجع شيء من القران، كسرت خاطره. يقول للوالد رحمه الله عليه يقول له يا اخ يعني الهون الهون على ابنك في التسميع. قال لا بالعكس انا مستمتع. قلت له انا ما عندي مشكله في التسميع، ولكن انا خايف الوالد لو اسمع له القران الكريم في 3 ايام ما عنده مشكله. ما فهذا شاء هو الله دور الوالد. كانت والدتي الله يطول في عمرها آمين لما يا رب الوالد ينشغل يكون في عمل يكون طالع يكون
كانت الوالدة تستمتع، كانت متعتها. وهذه الرسالة اللي أنا برسلها للوالدين. جمال القرآن مو بس أنك أنت تعرف أن ولدك حافظ القرآن، جمال القرآن أنك تسمع مراجعة ابنك في البيت ويقرأ القرآن. جمال القرآن أن بركة بيتك البيت 24 ساعة يتلى فيه القرآن. جمال القرآن لما يجيلك ولدك قبل لا تنام، بدل لا يسولف لك شنو صار له في المدرسة أو شنو حصل له في مع ربعه أو مع الفريج، الجمال لما تقول له يا ولدي رتل لي القرآن بصوتك، سمعني القرآن بصوتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن، فكان يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود. يا عبد الله بن مسعود أريد أن أقرأ علي القرآن، فأقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فما بالك اليوم لما أولياء الأمور يسمعون القرآن من أولادهم، هذه أعظم نعمة. ثم ينتقل إلى أن يتقن القرآن، راح يكون ابنك في المحراب وأنت تصلي وراه. هذا هو جمال تحفيظ أبنائكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم قاعد يصير وياك. انا اتذكر ان توني مكلم سالم الله يحفظه وهو يئم فيك في صلاه نعم التراويح. سالم، سالم اليوم اللهم لك الحمد، وهذه بركة الوالدين. يعني والدتي تقول لي قبل يومين صلينا احنا كلنا في البيت، فتقول انا اسعد ام في الدنيا. صلى سالم الله يحفظه اول 4 ركعات التراويح، ثم صلى خليفه اخوي الله يحفظه الاربعه الثانيه، وختمت انا بالشفع والوتر. فتقول ما شاء الوالده الله. صلى فيني الولد الكبير، وصلى فيني الولد الصغير، وصلى فيني حفيدي. هذا احنا ما جنيناه من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الوالدين يا ابو محمد. يعني والدتي اليوم الحمد لله. لو افتش داخل قلبها الاقي داخل قلبها ورود وسعاده، وهي عسى تشوف الله ابنائها يحفظها، واحفادها يحفظون عسى القران. الله يحفظها الله يا رب وفيها يجعل كل البركة. من يتابعنا من اولياء الامور وكل اولياء امور آمين المسلمين ان يكون عندهم حافظ وحافظه في بيوتهم بكتاب الله سبحانه آمين وتعالى. آمين. شيخنا احنا ما جاوبنا على موضوع كبار السن ممتاز الآن ممتاز. لحفظهم للقرآن. نعم، لما الله سبحانه وتعالى ابو محمد يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ميسر بشكل عام للصغير للكبير للأعمى الكفيف للصحيح الذي يرى لصاحب اللغة العربية للذي لا يعرف اللغة العربية. وهذا أنا ما شاهدته في برنامج مسافر مع القرآن. فالقرآن حتى لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم يحفظون القرآن، فهو بسيط جدا وميسر على كبار السن يا ابو محمد. انا قابلت واحد عمره 60 سنه في برنامج مسافر مع القران، كان هذا مصري وحارس مدرسه وكان عنده اولاد، هو اللي يكد عليهم وهو اللي يعيلهم. فيقول انا وانا قاعد في المدرسه في الليل احرس المدرسه، كان مسجد بجوارنا يصلي صلاه العشاء، فوصل في سوره طه قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول وكأن هذه الآية طارت من المسجد وأصبحت في قلبي، ضربت قلبي ودخلت داخل قلبي. يقول من يومها عزمت، عمره 60 سنة أبو محمد، يقول من يومها عزمت أني أحفظ القرآن. يقول عندنا مدرسين إسلامية، فاتفقت مع مدرس الإسلامية، مدرسين معلمين يحفظون القرآن. يقول انا الصبح اول ما يدخل علي المدرس الاول اسمع حفظي، ولما يطلع المدرس الثاني اسمع مراجعتي. يقول خلال من 4 إلى 5 سنوات على هذا الحال حفظت القرآن الكريم كامل، عمره 60 سنة يا ابو محمد. الى اليوم الى اليوم يقول هو طبعا فلاح، يقول انا اراجع في اليوم من حبي لهذا الكنز في قلبي اراجع 5 أجزاء اليوم. 5 أجزاء، عمره 65 سنة ابو محمد. لكن انت اليوم وما ذلك على الله بعزيز، من نوى النية وأخلص النية لله سبحانه وتعالى ورفع إيده في هذه الأيام وقال يا رب حفظني القرآن، يا رب اجعل القرآن كاملا في قلبي، يا رب اجعلني من أهل القرآن، يا رب اجعلني ماهرا في القرآن، سواء كان صغير سن أو كبير سن سوف تجد التيسير من الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين أكرم الأكرمين وهو الذي ييسر حفظ القرآن لأهله. يعني بداية الإخلاص بالنية طبعا، يعني نعم. كبير بالسن ولا كان نعم ابدا، والدعاء راح يشوف ان القران ميسر. انا ابو محمد قبل يوم امس كان عندي لايف وذكرت قصه واحد من الشيبان اللي كان عندي في المسجد يصلي وراي، اذكرها مره ثانيه حتى يعرف كبار السن ان القران ميسر. حط نيتك انك تحفظ القران، سواء حفظته في سنه او 5 أو 10، انت نيتك مكتوبه عند الله سبحانه وتعالى انك باذن الله حافظ القران خلاص، اذا كانت النيه خالصه لله عز وجل. هذا الشايب كان يصلي وراي في قرطبه وهو من التجار محمد. لما كنت اقرا في سوره النساء واقرا في سوره ال عمران واقرا في سوره البقره كان يصلح لي.
فكنت استغرب يعني قاعد اقرا من الصور الطوال الصعبه. بعد الصلاه صراحه اول ايام كنت استحي منه، فابو محمد رحت له وسالته، قلت له عن ابو محمد يعني انت يعني ما شاء الله اشوفك تصلح لي يعني. قال انا الحمد لله يا ابو سالم احفظ القران كامل. قلت له ما ما شاء شاء الله الله. تبارك الله، اكيد من صغر سنك. عاد انا الحين برجع يعني مو معقوله بهالعمر. قال لا والله قبل كم سنه يعني سنتين او ثلاث حفظت القران في هذا المسجد اللي انت امامه. شلون يا ابو محمد؟ يقول هذه دعاء والديني، يقول انا وحيد امي وابوي، يقول من اول ما بدات اعي على الدنيا عمري 4 5 سنوات دعاء والديني الى ان تخرجت من الجامعه. الله يحفظك القران، الله يجعلك من اهل القران، الله يحفظك القران، ما الله شاء يجعلك الله. من اهل القران. يقول الى ان كبرت في السن، يقول توفى والدي، توفت والدتي، كبرت في السن، كبرت عيالي، صار عندي عيال، صار عندي احفاد، الى ان وصل عمري 60 سنه بدات بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت الاستجابه من الله سبحانه وتعالى لدعاء الوالدين. طول هذه السنين ما استجيبت الدعوه، اخرها الله سبحانه وتعالى ليوم يراه الله سبحانه وتعالى هو خير. حكمة. يقول بدات احفظ القران، وخلال اللهم لك الحمد 5 سنوات ختمت القران الكريم كامل. وهذه بشرى لكل ابائنا وامهاتنا الكبار في السن، ان حفظ القران ميسر. انت ابدا، والنيه نيتك فقط، وهذا هو جمال الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى ياجرنا على نياتنا يا أبو محمد. آمين شيخنا. نبي البدايات الله يحفظك، وأنا يعني أعرف أن أنت حفظت كتاب الله الكريم في عمر 15 سنة، نعم صحيح. انطلاقتك كانت من 8 سنوات 10 سنوات، صح ولا أنا غلطان؟ شلون انطلقت من 8 سنوات؟ يعني يعني كان عمري يعني أي العمر أن بداية الحفظ بداية الحفظ؟ لا عمري 13 سنة، 13 سنة. 13 سنة ونص. اي نعم، انا قبلها عاد ما كان عندي يعني اي هم اني انا احفظ القرآن. من عمري 13 سنة بدأت احب القرآن، وكان السبب في هذا بعد الله سبحانه وتعالى هو الشيخ محمد البركة. وانا دائما اقولها وافخر اني انا اقولها، انه هو من بلدي وهو ايضا حافظ من بلدي، مثل مسمى هذا البرنامج عندكم في هذا اللايف. محمد البركة هو حافظ من بلدي وهو شيخ وقارئ من بلدي. لما كان يقرأ القرآن بعد الغزو، وتذكر دعاء الأسرى وتذكر صلاته في المسجد الكبير، كان عمره 13 سنة. طبعا فلما كنت طبعا أسمعه كنت أقول، هو طبعا في عمري أكبر مني بسنة، شيخ محمد مواليده 81، شيخ محمد البراء. صح. فلما كنت أسمعه أقول يا رب الله يجعلني مثله، يعني كنت أغبطه على ما هو فيه. فكنت أقول حق أبوي الله يرحمه، ما عندي هم ولا 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 طلب في هذه الدنيا إلا أني أصير مثل هذا مثل هذا الولد الناشئ الحبيب شيخ محمد البركة في ذاك الوقت، والآن هو شيخنا وحبيبنا. حبيبي فبدأت أقلد الشيخ لدرجة أني من كثر ما أحبه، والشيخ محمد إن شاء الله انقص له هذا المقطع ودز له لا إياه لا راح راح يقول لك يكون ضيف القصة ان شاء الله، ان شاء الله راح يكون ضيف ويانا باذن الله ان شاء الله. بإذن الله بإذن الله. وقول له عن هذه القصة. تخيل والدي باذن رحمة الله عليه الله لما درى أني أنا أحب الشيخ محمد البركة، وهذا دور الوالد، إحنا اللي نعرفه أنه هو بالسرة، بس إحنا ما ندري وين ما ندري وين بيت الشيخ. فالوالد راح اعتقد قطعه 4 مسجد الغانم او قطعه 5 ما اذكر، مسجد الغانم اللي في سره. قطعة اثنين، فالوالد راح قطعة واحد بس اعتقد الغابة هو قطعة مسجد واحد. الغانم شاهين الغانم اللي كان يصلي فيه شيخ محمد البراك وزيد. فالشيخ الوالد رحمه الله عليه كان يروح يطق بيبان البيوت ويقول لهم وين بيت محمد البراك الشيخ؟ فقالوا له هذا بيت نسيبه هني موجود. تخيل احنا طقينا على باب النبي الشيخ، منو حضرتكم؟ قلنا ماكو حضرتنا، لا بنشوفه بس. فلما طلع محمد البراك ابوي حط ايده على كتفي وقال هذا ولدي يحب قراءتك، وده يسمع منك شيء من القران. فانا كاني شايف اجمل شيء في حياتي. يعني انا الله ذاك الوقت وانا اشوف شيخ محمد البراك كاني في حلم ترى، يعني لانه هو الله كانت اي طبعا كانت امنيتي، يعني كان هو بالنسبه لي قدوه، وهو خير قدوه شيخ محمد. فالحمد لله. وبعدها شيخ محمد ترى اعاني على حفظ القران، وصار يشوفني وانا احفظ، وصار صرنا نتنافس فيما بيننا ما بيننا وبين بعض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس القران الجميل العظيم. واللهم لك الحمد، اليوم هو صديقي وحبيبي وشيخي، أكيد حبيب الجميع. لانه هو صاحب الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، مع ان انا ما بيني وبين عمر يا ابو محمد. انا اذا شفت الشيخ محمد براك الى اليوم اقبله على راسه، لأنه الله هو صاحبي كبيرة لا فضل عليه كبير والله. فأسأل الله سبحانه كبيرة وتعالى أن والله. يطيب في عمره وأن يجعل قدوة آمين دائما للنشء آمين. ولكل الشباب وانت المسلمين. قدوه، وكلامك هذا قدوه يا ابو سالم. الله يعني يحفظك اليوم، الله. يعني اليوم من علمك حرفا، يعني نعم انت اليوم تتكلم على موضوع مشايخ اليوم بس مجرد مقابلتهم ونصيحه منهم، زين نعم اليوم نعم وصلت الى مرحله
انا اقبله، لان هو فرق بيني وبين السنه. في ناس الان نعم توصل لمرحله مشايخ يمكن ساعدوهم، او انه اتكلم في الحياه كلها، ناس نعم ساعدت ناس ما تذكر هالشيء هذا تنساه، ولكن هذه انت قدوه الان لما تتكلم عن هالموضوع. وراح نرجع لبرنامج قدوه، لان قدوه نعم هذا شيء كبير، لان ما شاء الله يعني برامجك، حتى برامجك الله يحفظك، قدوتك الوالد، وانت قاعد تاخذ على منهج الوالد وقاعد تمشي في برامجك فيها. انا قاعد اتابع والاحظ هذا الشيء. شيخنا نعم بنرجع على، يعني كان هذا احد الحوارات اللي كنا بنتكلم عن قصه الشيخ محمد البراك، وانت ذكرتها، ولكن في قصه حلوه. يوم الوالد درى وانت رايح المسجد، يعني كانت الوالده تقول له ترى هذا فهد يأذن في المسجد، شنو؟ قول لنا نعم القصه هذه، نعم ذكرنا أنا فيها طبعا لما بدايات بديت أحفظ، المسجد. أنا لما بديت أحفظ القرآن أبو محمد حفظت أنا بداية سورة الشورى، كانت في المدرسة وما كان يدري عني الوالد، وهذا كان أمر من معلمي إني ما أبلغ والدي في البداية، لكن بعدها صار عندي هم ورغبة إني أنا أكون في يوم من الأيام إمام للمسلمين، فكنت لما أروح المسجد أروح أقعد عند المؤذن أسمع أذاني الشيخ بدر المطر الله يذكره بالخير، الدكتور حمد العثمان الله يحفظه ويطول عمره الله في يحفظه. يعني يطول في عمره الدكتور حمد العثمان والشيخ، نفس الشيء كنت اروح واسمع القران واسمع قراءتي وابي يسمعني، فالشيخ بدر المطر الله يحفظه في يوم من الايام قال ايش رايك تاذن؟ انا يعني راح اغيب هذا الفرض، انت اذن فهد. فلما اذنت انا بلغت والدتي ما بلغت والدي، فوانا اذن والدتي تقول حق الوالد الله يغفر له تدري منو هذا اللي قاعد ياذن؟ فقالت له من؟ فقال لها منو؟ قالت له هذا ولدك فهد. قال شلون؟ فهد يأذن ما شاء الله متى تعلم؟ شلون راح؟ شلون دخل المسجد؟ فلما رديت سألني الوالد قلت له يا يبا انا راغب اني احفظ القرآن وانا راغب اني انا اكون مؤذن في المسجد واني اكون امام في المسجد، ففرح الوالد فرح شديد، فكان يعني عاش معي هذا الهم. وبعدها الوالد من بعد ما كان يصلي بعض الصلوات في المسجد، من بعد نعم هذه الحادثة اصبح الوالد حمامة مسجد الى ان توفاه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله نعم سبحانه وتعالى أن يجعله والمسلمين في أعلى مراتب الجنة. آمين يا رب العالمين. شيخنا ودنا نرجع على موضوع المساجد، بعد ما نعم. طبعا أنت يعني أهميت في مسجدكم أتوقع، صح؟ يعني نعم نعم كان نعم. إيه يعني كان إيه، وبعدها انتقلت إلى بعد حفظ القرآن الكريم في عمر، الله يحفظك، عمر 15 سنة، نعم. رحت إلى المسجد الكبير. شو قصدك رايح المسجد الكبير وبتروح هناك؟ أنت أميت هني بتروح مسجد كبير تهم، يعني سيدي تطق الباب؟ لقافة 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 لا لقافة ما أبو لا، محمد. محشوم محشوم يا ابو سام. لا بس قصة عجيبة، يعني ودنا الناس تسمعها. أنا الله يسلمك كانت عندي حرارة حرقة من داخل، وكان عندي يعني هدف إني أصير مثل هذا الشيخ شيخ محمد البرك، نعم هو يعني الواحد يعني الكريم والحر من لا ينسى وداده لحظة، فما بالك لما الإنسان يكون هو قدوتك ويكون هو هدفك إنك تكون إمام مسجد دولة أو أي مسجد من مساجد المسلمين. انا لما بديتها ام في المساجد اللي حولي اللي هو مسجد الزهري في القرين مع الشيخ طلال فاخر ومسجد الدكتور نعم حمد العثمان اصلي بعض الصلوات، طبعا هو لازم تعرف شيء الشيخ حمد العثمان والشيخ يوسف السند لم يسمحوا لي بامامه الناس الا لما حفظت القران الكريم كاملا، انا كنت ما شاء اذن فقط لم يسمح لي بالامامه الا لما عرفوا اني ختمت القران كامل، ما فكان تشجيع لي تبي تصلي امام احفظ القرآن كامل، إذا ما الله. حفظت القرآن كامل ما في، لو ناقص آية ما تصلي فينا إمام. فأنا اجتهدت إني أحفظ القرآن، بعدها قلت يعني أنا حفظت متقن من ورا الوالد لأنه كان عندي هم بسرعة بصير إمام مسجد الدولة. فلما صار عمري 15 سنة أخذت تاكسي طال عمرك ورحت إلى مسجد الدولة، دخلت عليهم الظهر كانت عندك وكان فلوس ميمع موقوفين بيزات؟ بعضهم الأمر. نعم؟ كنت ميمع بيزات حق التاكسي ولا؟ اي بالمسابقات مسابقات كان عندي كان عندي كم بيزه ابو محمد، الله يحفظك. فاخذت الله يسلمك تاكسي وتوجهت الى مسجد الدوله، وكان وقتها ابو حمد الله يطول في عمره ويحفظه ويذكره بالخير ولد وليد الفاضل الفاضل ابو محمد كان ولد. مدير مسجد الدوله الكبير، وكان معاه بعض الشباب طبعا منهم عبد الله الشاهين الله يذكره بالخير، كان بعض الشباب موجودين والشطي، فدخلت عليهم وقلت له يا استاذ انا ولد اسمي فهد سالم وانا احفظ القران الكريم كامل ودي اصير امام مثلي مثل محمد البراك، انت من جايبك؟
قلت والله جايب تاكسي بصراحة. قال تعال تعال، خذاني منصور الأوغاني أبو علي الله يذكره بالخير. الله 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 إيه ذاك الله الأيام الله الجميلة يا أبو الله فهد. الحلوة يا كان الله أكثر كلمة تاودة سمعتها في حياتي من أبو علي، كل ما يجي يقول يا أقرب تاودة حلوة أقرب تاودة، يقول لي تاودة اشتقنا له أقرب اشتقنا تاودة. له الله يطول في عمره اشتقنا له الله والله يحفظه أبو علي. فأنا آمين خذاني أبو علي، فقال الوليد الفاضل أبو حمد خل فهد يقرأ سمعه، فاسمعوني وما طابت لهم قرايتي وما يزت لهم قرايتي، قالوا لي الله يوفقك يبا صل في المسجد اللي يمك وش يعني. فانا احبطت الى درجه اني اخذت طبعا التاكسي ورجعت البيت واعترفت للوالد وقلت له يبا انا سويت واحد اثنين ثلاثه، وطبعا داخل عليه ابكي يعني. قال انت الغلطان، لا تروح تطلب اي شيء في حياتك، في حياتك مو بس الامامه، من حلو طلب الى شيء اعين عليه. انت نعم اليوم لما تتقن القران وتحفظ القران تصلي في الناس، الناس باذن الله المساجد كلها راح تطلبك، الناس تريد من يتقن القران ويكون ماهر في القران، اما انك تروح تعرض نفسك هذا خطا يا فهد، هذه من اكبر الاخطاء في حياتك، اتقن وكل الناس درس راح يقولك. نعم فسمعت كلام والدي رحمه الله عليه وكان بالنسبه لي هو درس في حياتي، وبدات اتقن القران واذهب الى المشايخ واتقن عليهم قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى. فياني واحد من الشباب اسمه سمير العتيبي الله يذكره بالخير ابو عبيده، وقال لي يا طبعا قال حق الوالد رحمه الله عليه في مسجد في اليرموك، مسجد بعمير يعني كان طب اذا تذكر ابو محمد قبل كان باليرموك مسجد مشاري هو الذي تحيا فيه صح صلاه صح القيام والتراويح فقط. يا من الجمعية ايوه، اما مسجد العمير في السنه اللي انا صليت فيها كانت اول سنه يصلى فيها تراويح وقيام، يعني ما انه شاء الله يفتح ويعلن عنه. فنادوني انا وقالوا لي امسك هذا المسجد، والله ما لك الحمد ابو محمد بعد يوم 15 رمضان يعني كل مناطق العاصمه تقريبا المصلين والناس سمعوا انه كان في ولد اسمه فهد سالم الكندري يصلي في هذا المسجد، وصار المسجد اللهم لك الحمد حتى حطوا خيام برا كانت تذكر ابو محمد، أذكر والمسجد صار زحمه. ما مدانا قبل 10 الاواخر دخل علينا وليد الفاضل ابو حمد، دخل المسجد وسال عن من يصلي في هذا المسجد. طبعا هم ناس من المسجد ارسلوا رساله انا ما اعرفهم، قالوا ليش ما تخلون هالولد يصلي في المسجد الكبير؟ فدخل وطلبني وكان مجموعه من المصلين كبار السن الله يحفظهم، وقعدنا وكان يحبوني حب يعني انا ولدهم، يعني انا الفتى المدلل مالهم. فقال وليد الفاضل انا ودي اخذ فهد من هالسنه ويصلي فينا القيام ويصلي فينا التهجد في المسجد الكبير. وقالوا لا لا وشلون احنا نبي عندنا؟ قال يصلي عندكم ويصلي عندنا، لو تبون سيارات نوفرها لكم ونوديكم المسجد اذا تبون. ما فانا شاء الله طالعت والدي رحمه الله عليه ونظرت الى ابو حمد وليد الفاضل، قلت له ما تذكرني ابو حمد؟ قال لا. قلت له انا اللي جيتك السنه اللي فاتت وجيت بتاكسي وطلبت منكم اني انا اقرا في المسجد، واليوم انا اللهم لك الحمد هذا انا اتقنت الحمد لله، وانت اللي جيتني وانت اللي طلبتني، وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، وتحققت رؤيه الوالد رحمه الله عليه ونصيحته لي. ومن يومها بدات سنه 98 بدات امامتي في مسجد الدوله الكبير اللهم لك الحمد، هذا المسجد الذي اعطانا الكثير والكثير والكثير. الحمد اسال لله الله سبحانه وتعالى ان يحفظ كل ائمته وكل قراءه، وان نرى دائما قراء هذا البلد يتصدرون هذا المحراب، محراب مسجد الدولة الكبير الذي هو فخر لنا أمام كل المسلمين في هذا العالم. نعم شيخنا دخولك للمسجد في 99 قلت 99 صح؟ أي أنا 98 صليت، كنت صليت احتياط صلاة أو صلاتين، 99 كانت هي الأساسية. اللي هي كان عمرك 16 سنة في هذه 16 الفترة سنة نعم هذه كانت نعم أساسية. طبعا لما دشيت وصرت إمام المسجد وأذكر قصة صارت يمكن ذكرتها أنت بالسابق بأكثر من برنامج كنت مع أخونا الإعلامي غالب العصيمي وأكثر من فأنا ودي يعني ما ليش مستانس على القصة هذه فيها من يعني الوالد يعني غدوة يعني وعلمك موضوع الأخلاق وعلمك مواضيع كثيرة في 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 القصة هذه ودنا نطري هالقصة اللي إياك الشخص الكبير بالسن وأنت شلون سلمت عليه عطنا هالقصة هذه شوف والدي رحمه الله عليه ابو محمد، انا شهادتي في مجروحه كونه هو والدي، ولكن هو حقيقه كل من عاشر هذا الانسان والدي رحمه الله عليه يعرف انه كان عنده بعض القيم المهمه التي ما ندر ان نراها في زمننا، يعني مثل ما انت تقول لما كنت اكلمك تقول ما تشوف انها شده فهد، ما تشوف ان هذه يعني شده على الولد او انها زياده على اللزوم، لا والله ما كانت زياده على اللزوم. والدي كان عنده قيم مهمه جدا، تحفظ القران تطبق ما في القران. يعني
اليوم انت اذا اعطيت احد وعد توفي بهذا الوعد، ما توفي بهذا بس الوعد تحاسب مهما كنت حافظ قران او غيره. والدي رحمه الله عليه ما اذكر انه كان يبالغ في مدحي في قراءه القران، كان يحرص. كنت اقول حق الوالد ايش دعوه؟ اليوم انا بدعت القرايه ويعني قرات افضل ما عندي. كان يحرص انه ما يبالغ في الثناء علي حتى لا اعجب بنفسي، كان يقول لي طيب الحمد لله والله يبارك لك في قراءتك، وطيب انك انت يعني تحفظ القران، هذا شيء تعتز فيه اذا خلصت النيه لله سبحانه وتعالى. فكنت استغرب، انا صغير ما افهم، لما كبرت في العمر فهمت شنو مقصد الوالد. فهذه القصه اللي انت ذكرتها ابو محمد من هذه القيم اللي كان يعلمني اياها الوالد. لما كنت اصلي في مسجد الدوله كان عمري 16 سنه، يعني ما كنت اسوق سياره. فكنت اروح مع الوالد رحمه الله عليه. فوانا لما خلصت من الصلاه كنت جالس على السجاده، جاء واحد من كبار السن لحيته بيضه، كان اعتقد من الجنسيه الباكستانيه، شيخ هو ولحيته طويله. فكان فرحان بقراءتي فجاء سلم علي، رفعت راسي وسلمت عليه وانا جالس. فالوالد لاحظ هذا الفعل مني وهذا التصرف مني. كان فلما وراك انتهيت الوالد. الوالد كان يراقب تصرفي ايه هذا مع هذا مع الشخص الشيخ. اللي انا سلمت عليه وانا قاعد. فلما انتهيت من الصلاه وكان الدعاء علي انا انتهيت، رحت القاعه الاميريه في المسجد الكبير ادور على الوالد، ما في. توقعت الله يكرمك انه في دوره المياه او انه برا كان يتصل تلفون او شيء، يعني كنت حريص اني اتصل عليه. وانا ترى والدي ما اعطاني، ما كان عندي تلفون وقتها موبايل، فكنت اخذ تلفون الشباب عبد الرحمن العنزي، ابو عثمان، منصور اللغاني، ابي اتصل على الوالد. فاتصلت عليه فقال لي الوالد رحمه الله عليه دبر لك احد يردك البيت. فقلت له ليش؟ ليش؟ ليش يبا شو مسوي انا وانا قاري قرايه طيبه يعني في المسجد؟ فقال لي لما تتادب مع الناس وتتخلق مع كبار السن اللي هم اكبر من ابوك، ذيك ساعه انا احترمك واخليك تركب معي في الله السياره. انا ما عندي الله ولد يحفظ القران يتعامل مع الناس بهذه الطريقه. اللي ولا يسلم عليك اكبر منك في العمر او اصغر منك في العمر تقوم تفز وما له بالمكان شغل وتسلم جنسية عليه. بعد، ساعات الناس ما تنظر حتى الجنسية، يقول لك هذا لا مو ابدا كويتي لا، ما راح. ما الوالد كان يقول الكبير في السن تقوم تسلم عليه، الكبير في السن ما تمد رجلك الله يكرمك امامه، الكبير في السن ما تمشي امامه، الكبير في السن ما تقاطع في حديثه. كان يحرص الوالد على هذا الامر. اليوم صار هذا الشيء مثل درس لي في حياتي، يعني انا احرص كثر ما اقدر على مواعيدي. يمكن انت تلاحظ في مسجد الدوله ابو محمد انت اكثر من يستقبلنا، تلاقيني انا نعم اي دائما قبل الصلاه بساعه واجلس، صح حتى لو كنت صح انا الاربع ركعات الاخيره انا اي قبل لا تبدا الصلاه بساعه ونص ساعه، جزاك الله حتى خير، على الاقل يعني قاعد نصور وياك ونستانس ونشرب وياك نيال. اي الله والله يعافيك. صدقت يا ابو محمد. لكن هذا الله كان حرص والدي رحمه الله عليه، وكان هو نعم شديد ولكن شديد بالحق، كان نعم شديد ولكن شديد للتربيه. قدوة كان دائما يقول لي قدوة والدي رحمه الله عليه نعم انت ممكن تشوف هذه الشده وتشوف هذا الشيء مني، ولكن اذا كبرت في العمر راح تحس فيها. واحنا سبحان الله لما نكبر ويصير عندنا اولاد بعدها نقول اللهم لك الحمد على نعمه الوالدين اللي شدوا علينا في نعم ذاك اليوم، واليوم صار هو درس لنا نعلمه لاولادنا اللي هم احفادهم. الله 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 يحفظهم ويطرح فيهم البركة. واعتقد ان الشيء اللي سواه الوالد يعني صار الحين تعاملك مع عيالك بنفس الطريقة اتوقع، بس نعم بالتكنولوجيا الجديدة الحين تغيير شوية صار. صح، الوالد توفى 2003 ما لحق على الامور هذه. صح رحمة صلى الله الله عليه. عليه. شيخنا ايش أسئلة كثيرة يعني موجودة والناس قاعدة تتفاعل، واللي حاب يسأل الشيخ يعني في علامة استفهام تحت، وعندك سؤال أنا بنزله شيخ. السؤال: حفظت القرآن قبل سنتين ونص تقريبا ولكن لم أقوم بمراجعته، فما نصيحتك شيخ يعني؟ النصيحة واحدة أبو محمد، هو لازم أن يحفظ القرآن يعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار من بين البشر، اختار نعم من بين البشر أن يحفظ القرآن. مو كل الناس يحفظون القرآن أبو محمد، حتى في عهد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مو الكل حفظ القرآن أبو محمد. لذلك قال خالد بن الوليد الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه في آخر حياته: لقد شغلني عنك الجهاد عن القرآن، انشغل بالجهاد عن القرآن. ولكن هناك من أهل القرآن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربع: سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود. هؤلاء نعم هم أهل القرآن. فأنا أقول ردي على من يسأل أنا حفظت القرآن قلت ما راجعه، أنت عندك أعظم كنز وأجمل هدية، والناس حاسدتك على اللي عندك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وقيل في حديث آخر: رجل علمه الله القرآن
فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فأرتله وأقرأه كما يقرأ. فحفظ القرآن هذه نعمة عظيمة، الناس حاسدينك عليها. ارجع للقرآن وحط لك ورد واستمتع وأنس بهذا الكتاب العظيم بتدبره ومراجعته وفهمه والعمل به، وتعليم الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شيخنا طبعا هذا السؤال انا حاطه طبعا موجود عندي، وهو اخونا عمر سأل: من افضل قارئ لديك، يعني من المشايخ اللي انت كانوا قدوه لك في البدايه شيخ وانت كنت تحفظ القرآن، دائما تستمع لهم، دائما تتمنى شوفتهم، تتمنى تروح يعني تقرا عليهم، من المشايخ؟ طبعا طبعا الشيخ محمد البراك الشيخ محمد البراك انا ذكرته في البدايه، هو نعم طبعا انا حفظت غالب سور القران، مثلا سوره يوسف، جزء تبارك، جزء عمه، حفظت على صوت الشيخ محمد البراك، سوره الرحمن، الادعيه الكثيره، انا تاثرت بهذا الشيخ. ولكني حفظت القران كاملا من الفاتحه الى سوره الناس على صوت الشيخ سعد الغامدي. ما وانا شاء كنت الله. متاثر بالشيخ ابو مجاهد الله يحفظه ويطول في عمره، أنا كنت آمين. متأثر فيه والتقيت فيه وعشت معاه أيام جميلة في زيارتي له الدقيقة مع الشيخ سعد الغامدي، عبارة عن سنين. ما شاء هو الله. قارئ ملهم، وهذا الجميل يا أبو محمد، أن يكون حافظ القرآن وقارئ القرآن، لما تجلس معاه يعلمك معاني القرآن ويعيش معك مع القرآن ويؤدبك بالقرآن. القرآن يؤدب ويعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، والصحابه علموا التابعين، الى ان وصلنا القران بهذه المعاني وهذه البركه. فالشيخ سعد الغامدي، الشيخ محمد البراك، وايضا الشيخ ايوب. الشيخ محمد ايوب رحمه الله هو مدرسه عظيمه كانت في قراءه القران. انا في مسابقه مكه كان الشيخ ابراهيم الاخبر، الدكتور ابراهيم الاخبر حفظه الله، كان هو رئيس اللجنه في التسميع، تسميعنا للقران. فأنا كنت حريص إني أسأل من هو أفضل قارئ في الحرمين، كنت أبي أسئلة بس يعني باخذ رأيه. فدخلت على الغرفة فسلمت عليه، قلت له: منو من وجهة نظرك أفضل من صليت خلفه كإمام يعني؟ فقال لي: أيوب. أيوب اخرج اخرج اخرج، لأن أنا دخلت عليه الغرفة، فقال لي: اطلع من الغرفة. فقال لي: أيوب، شيخ أيوب، هذا الرجل الذي عندما تسمعه يقرأ القرآن تشعر أن القرآن ينزل، قرأ القرآن بترتيل، حتى البسطات اللي والاسواق اللي حوالين الحرم في صلاه التراويح كانت تسكر عندما يصلي الشيخ ايوب، يسمعون الله قراءته وتلاوته. هو مدرستنا في القران، وهو الذي تعلمنا على صوته القران. فاسال الله سبحانه وتعالى كل من آمين تاثر بالقران على صوته ان يكون نورا له في قبره ورفعه آمين له باذن الله في مراتب الجنه. فالقران يمجد صاحبه، بل هو قران مجيد يمجد اصحابه، كما الان نحن نذكر الشيخ سعد الغامدي ونذكر الشيخ ايوب ونذكر الشيخ البراك، هكذا القران يرفع صاحبه، يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب اقواما، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. آمين. شيخنا بننتقل على موضوع أنا شوفني حاط يمكن كلينكس طقني هذا بالغلط ما يمش. زين الله يعافيك يا رب. فشيخنا الله يحفظك، أنا من كثر مني مستانس اليوم اللقاء وياك يا فمتحمس الله زيادة، يسعدك، عسى أنا ربي المستانس. يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله العظيم احنا أزمة كورونا بعدتنا شوي عنك، العادة اللي نتجمع عندك في البيت أي اليوم والله يا ممكن أبو نتجمع محمد، ونشرب صادق عسكات والله، الشاي. الله يجمعنا، والله الله يجمعنا على خير قريب، آمين وكما آمين جمعنا آمين. في هذه الأيام. حلوة اللقاءات هذه في اللايف يا أبو محمد، نعم وهذه نفعل البرامج المنصات، اللي هي نعم فعلا عرفنا أن هي لها ميزة ولها أكيد إيجابية، خلتنا نلتقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه البرامج أن يجمعنا في مستقر رحمته بجوار آمين النبي صلى الله عليه آمين وآله وسلم، ودعاء آمين ودعاء آمين والدعاء في رمضان مستجاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في تلك آمين الدار الآخرة مع النبيين آمين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك آمين رفيقا. آمين. عسى الله يبارك لك في قصة جميلة في موضوع الإمامة. طبعا أنت انتقلت في الإمامة مو بس بالكويت، في مساجد الكويت أنت انتقلت مساجد برا، ورحت نعم البحرين نعم ورحت أكثر من دولة، رحت الدوحة أتذكر في مسجد محمد بن عبد الوهاب بعام 2012 نعم في الدوحة، ومسجد في السعودية أو في مسجد السعودية صليت، بالرياض نعم صح؟ أنا في الدمام في مسجد كانو، صليت دمام في السعودية، صليت في أكثر من مسجد. نعم. وانتقلت إلى البحرين وصارت لك قصة عجيبة على حياة الوالد رحمة الله عليه. هذه من قصص زين الوالد أنا ما ذكرتها، يمكن ذكرتها للبعض. أنا صليت في البحرين، وكان عندي ذاك الوقت جدول في قرطبة، اعتذرت أول في مسجدي طبعا، كتبت في الجدول مع الوالد الله يرحمه أن أنا من يوم واحد إلى خمس مسجد الكليب، مقطع كلام، مسجد الكليب صح؟ مسجد الكليب، نعم أنا كنت ايه إمامه.
فالوالد رحمة الله عليه حط معاي الجدول أنه من يوم 1 إلى يوم 5 أنا أصلي في البحرين، ومن يوم 6 أبدأ إمامتي في مسجد الكليب. وتدري كانوا الناس ذاك الوقت 2003 ما كانوا القراء ذاك الوقت مثل ما شاء الله تبارك الرحمن بعدد قرائنا اليوم، نسأل الله أي الله يحفظهم يبارك ويكثرهم آمين ويزيدهم، وهم آمين فخر. آمين ذاك الوقت كانوا الناس يعني عندهم بعض القراء في الكويت معدودين اللي يحرصون ان يصلون وراهم. فلما انا حطيت تاريخ 6 رمضان يعني الناس كانت متزهبه انها تجي مسجد الكليب وتصلي وراي. فانا نعم في ذاك اليوم في البحرين راحت علي نومه، احنا نسهر ليل الصبح لي بعد صلاه الفجر مع اخواننا في البحرين، طبعا يطلبون مني تعال صل في مسجد الفاتح فينا صلاه الفجر. فانا لما صليت ونمت راحت علي نومه كانت الطياره الظهر، يعني كانت كثرت الطياره حلوة، تقريبا كثرت الطياره حلوة الساعه شيخنا، ما 11. أدري. اي فراحت علي الطياره، فاتصلت على الوالد رحمه الله عليه وعلى الساعه 11 الظهر تقريبا، فقلت له يبا انا اسف الطياره طارت علي كانت الصبح وانا نمت متاخر، ان شاء الله راح ابلغ المصلين ان انا ابدا من يوم 7. قال هذا مو كيفك ولا مسموح لك ولا اقبل منك، اليوم هذا قدر الله، نعم ان طارت الطياره ولكن هذا بتصرف منك ولا مبالاه منك، اليوم تصلي غصبا عليك في مسجد الكليب. يبا شلون؟ شو اسوي؟ قال كيفك تحاسب يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلت على ربنا في البحرين، كم يا جماعة الخير أرجوكم الحقوني، اللي يقدر يجي معايا ضيفة عندي في بيتي، الوالد راح يزعل، الوالد راح يتضايق، وأنا إلا ضيقة الوالد. أنا دائما أبي يفخر بولده في القرآن وفي غير القرآن حتى في تصرفاتي مع الناس. فواحد من الشباب البحرينيين الله يجزاه خير قال خلاص يبقى نطلع معاك ونصلي معاك يومين ونرجع. ففعلا تخيل ركبنا السيارة حطينا أغراضنا ورحنا من البحرين الى الكويت، وصلنا قبيل صلاه العشاء وكنا في سرعه ما تتخيل. انا كنت طبعا تعبان، كنت راجعت حفظ اللي بصلي فيه في قرطبه ونمت ورا في السياره الى ان وصلنا. ولا تقول الوالد اللي يعني شكرني وقال لي برافو عليك، قال جزاك الله خير انك انت صليت الله عشان لا يرحمه تفشل نفسك قدام الله الناس يرحمه ولا تفشل ابوك. فاللهم لك الحمد، يعني الله سبحانه وتعالى نجاني ووصلت الى المسجد وما اخلفت موعدي، اللهم لك الحمد، وصليت في الناس. فرحمه بس الله على الحمد لله الوالد اللي يعني علمنا هذه القيم. آمين آمين نعملات الحمد لله الحمد لله أن يعني هالخصلة اللي فيكم يمكن وصلتها لعيالك الحين طبعا أتوقع احترام طبعا المواعيد وغيرها، لأن طبعا، سالم يعني انا فعلا فعلا سالم سالم انا سالم دق علي بالموعد ما تأخر لا احنا كنا نصلي التراويح، والله كنا نصلي التراويح، فحرصت انه بعد التراويح سالم بسرعه يطلع ويتصل على عمه ابو محمد انه يتصل عليك ويحط لك الموعد بالضبط، الله يحفظه اللايف وين المكان اللي فيه سيفس. الوقت الله يطلع مهم فيه يا ابو البركة حميد، الله الوقت يطلع فيه مهم، البركة الله يحفظك يا وعلمنا شيخ القرآن الوقت، وأقسم الله عز وجل في الوقت والعصر، أقسم الله عز وجل بهذه الأوقات نسمعها الظل شيخ تلاوة والليل. نسمع تلاوة والعصر شيخ نسمعها شوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك في هالصوت الله يبارك في آمين هالصوت آمين يطلع فيك آمين البركة آمين شيخنا ننتقل إلى مرحلة جديدة من مرحلة القرآن طبعا وأنت طبعا حافظ للقرآن وبعدين إلى الإمامة وبعدين إلى الإنشاد نعم انتقلت فترة للإنشاد أذكر فترة واشتغلت معانا عملت معانا في الوزارة صحيح. وبعدها وقفت عن الإنشاد الأسباب وليش وعندنا ما صوتك كان في جميل اسباب، ما كان في اسباب. انا دخلت في عالم الانشاد اول ما فتحت قناه الوطن ابو محمد، وطلب مني في احدى البرامج، طلبوا مني ان وكان برنامج قصص الانبياء للشيخ نبيل العوضي، طلبوا مني اني انا اسوي لهم نشيده. وانا طبعا في البدايه قلت انا ما انشد وانا ما اعرف، قالوا فهد يعني انشد وكذا. فدخلت في النشيده الاولى اللي هي عن قصص الانبياء، وبعدها يوني قالوا لي رمضان ليش ما تسوي نشيده عن رمضان، وصار علي ضغط يعني لما سمعوا النشيده الاولى، وسويت نشيده عن رمضان، وبعدها سويت نشيده عن الحج، وبعدها انا صار عندي وقفه ابو محمد مو بس مع نفسي، يعني حتى والدتي الله يطول في عمرها ما كنت آمين احس انها هي مستانسه، يعني لما كنت ادخل عليها وانا اصلي في الناس في رمضان واقرا معاها القران كنت اشعر بسعادتها. لما انزل سي دي قراءتي لسوره البقره او جزء تبارك او سوره الحج او ما تيسر من القران كنت اشعر بفرحتها.
لكن لما كنت انشد نشيده كانت يعني تجاملني في ابتسامتها، ولكن كانت تسمع هذا الصوت فقط يتلى بالقران. وفي يوم من الايام يعني يذكرون حتى بعض القراء والمشايخ وربعنا والمقربين لي، انا ترى في يوم وليله ابو محمد، ليس طعن يعني ليس طعنا في الانشاد وليس عدم يعني رغبه فيها ان انا انه هو شيء خطا، لا هو كان قرار شخصي ابو محمد، ان الله سبحانه وتعالى اكرمني ان انا ارتل اعظم كلام وافضل كلام واجل كلام وهو كلام الله عز وجل. فانا قلت نعم. ليش انزل يعني اني انا ارتل شيء من كلام البشر او شيء، وهذه وجهه نظر. فانا يعني عزمت في ذاك اليوم ان انا اترك الانشاد واتوجه الى ما هو يخدم القران، وتكون حياتي فقط مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمه عظيمه يعني ابو محمد. فلجأت الى طرق اخرى في خدمه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن والله اني اشجع يعني اليوم اخوي عبد الرحمن ينشد في برامجي، ايه ما الشيخ يحتاج. احمد الفيص الله يحفظه ينشد في برامجي، قراء شيخ كثر مشاري. ينشدون في برامجي، يعني كلهم نفتخر فيهم وكلهم نسمع لهم كلهم نستمتع باناشيدهم، ولكن انا كشخص ما وجدت نفسي في هذا الباب وفي هذا المجال. المجال. شيخنا بحط بوست بندش على المرحلة الجديدة اللي هو المسافر مع القرآن. دخلت الآن أنت ذكرتنا في بأيام عالم، جميلة والله. الله، أنت دخلت اليوم في عالم التقديم والبرامج اللي أنت سخرتها للقرآن الكريم. المسافر مع القرآن كان تجربة جديدة شيخ، بنتكلم نبذة بسيطة قصتها، شلون بلشت دشيت في عالم البرامج، ممتاز. وبعدين راح في قصة بك تقول لي إياها. أنت راح إن يعني شاء الله. بعدين أقول لك أنا نسبة من عيني طول. محمد. المسافر مع القرآن هذا حلم. وكاعلام اعلام ديني كان ما سبقني شيء في ان احد يسوي برنامج مثل هذا بهالضخامه، ان انا ترى مسافر مع القران. انا سافرت 13 دوله في العالم ابو محمد، ما شاء الله. ودول وكان منها دول نائيه، يعني تتكلم عن موريتانيا والسنغال و الشيشان واندونيسيا وتونس، وكانت دول صعبه، المغرب، تركيا. فانا التنقل كان فيها عندي صعب. حلم اني انا اروح اسلط الضوء على حفاظ القران في العالم كله، وكل دولة لها طريقة مختلفة، تركيا لها طريقة، والشيشان لها طريقة، وتونس لها طريقة، والمغرب لها طريقة، ومصر لها طريقة. فأنا حرصت أني أنا أسلط الضوء على هذول كلهم. لما رحت حق يوسف الأنصاري والمعد الله يحفظه وشريكي في الإعلامي، حياتي وفي طموحي، الإعلامي وأحمد الجميل، عزب أيضا شريكي في حياتي اللي هو المخرج، فلما مخرج قلت لهم حبيب. قالوا أنت قاعد تتكلم عن شيء صعب مكلف مكلف، أنت شو يوديك الدول هذه كلها تحتاج تذاكر طيران، تحتاج مصورين، تحتاج كرو كامل، هناك اللي تروح لهم الفنادق، من راح يتكفل برنامج مثل هذا؟ قلت هذا خلوها علي. فاول مكان رحت له يا ابو محمد هو وزاره الاوقاف عندكم. دخلت على حلو. وزاره الاوقاف وطلبت منهم ان انا عندي برنامج، قال شنو برنامج؟ قلت عندي برنامج، قال احنا اول من نضعك، احنا اول من نوقف وياك. اذكر فكانت طبعا، انطلاقه معاهم، ثم انتقلت الى اذكرها هذه، الاعلام. كان اذكرها تذكرها كانت ابو ايام محمد لما قعدنا في اجتماع؟ اجتماع، واذكر الغالي الحبيب اخوي طبعا كلة الاحترام استاذي صلاح بن الخيل. يعني اذكر في البدايات كنت ميتنا وتقول لنا على البرنامج، واحنا نفس الكلام نقول وين في لك يعني ميزانية ايوه ضخمة عشان بالضبط بالضبط، اذكر والله ما انسى، ولكن كنتم مشكورين الله يجزاكم خير، وهذا احنا الله نقوله يبارك. يعني احنا بالنهايه نرجع لكم ابو محمد. احنا فانتوا مكملين وقفتوا لبعض. معانا، الله يجزاك، فانتوا وقفتوا معاي، ثم انتقلت الى الامانه العامه للاوقاف، ثم انتقلت الى شركات اتصالات، وكنت ادخل عليهم برجاء ابو محمد، ما كنت ادخل عليهم انه مثلا عندي برنامج، لكن اقول ارجوكم اوقفوا معاي في هذا البرنامج اللي يخدم النشء ويخدم القران. وانا كان عندي هم انه ما اخلي احد عنده عذر انه ما يحفظ القران، الحين اللي يرجع لمسافر مع القران راح يحس بحرج انه شلون ما يحفظ؟ الكفيف حفظ، واللي ما يعرف اللغه العربيه حفظ، ومن اصحاب الهمم اللي ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا حفظوا، ويعني الواحد يخجل انه عنده كل هالامكانيات وما يحفظ القران، والله لك الحمد. لما طلع هذا البرنامج في قناه الوطن ذاك الوقت، هذا البرنامج كرم من الملك سلمان لما كان ما شاء الله. ولي عهد وقتها، اعتقد كان ولي عهد المملكه او كان ملك اول ما صار ملك، كرم هذا البرنامج افضل برنامج على مستوى العالم الاسلامي، ما شاء كرمنا الله. فيه، ان هذا ما شاء البرنامج الله. كرم جائزه من الملك سلمان حفظه الله، ان هذا البرنامج هو اول يستحق ان يكون افضل برنامج على مستوى العالم الاسلامي، وكانت مشاهداته عاليه جدا. اللي اداره اليوتيوب
كان ينصدمون من مشاهداته، يعني اللي هو الريت اللي ينزل عليه. قناة الوطن كانوا يتصلون علي ابو محمد، وهذه بركة القرآن، مو علشان الحمد لله. برنامج فهد، ولكن بركة القرآن. كانوا يتصلون علي يقولون مو ملاحقين على الإعلانات، ما شاء الله تبارك الرحمن، في برنامج مسافر مع القرآن. هذه ما شاء كانت الله. قصة ابو محمد. في البدايه احنا راح في موقف طريف يمكن انت صار وما ذكرته يمكن في برامجك شيخنا، وانا ترى عندي مصادري واعطوني هالمعلومه. الله يستر الله يستر. كان في الجزء الثاني من مسافر مع القرآن، وانت في مطار السنغال. نعم ما اوه ركبوك ما ركبوك من الطياره، ليش؟ اي والله يا محمد ما شو انساها. مسوي انت؟ شو كنت مسوي؟ احنا اول شيء لازم تعرف محمد، احنا فليساتنا على قدنا، يعني احنا في البرنامج ان على اساس نحجز، ما نقدر نحجز كل رحلتنا، فكنا نحجز اول باول. يعني اذا انا بطلع من مصر لتونس احجز من مصر لتونس، ما اقدر احجز لين تخلص رحلتي للصين. يعني احنا ما ندري ايش يصير، هل عندنا امكانيه ماليه ولا ما عندنا امكانيه ماليه. ففي السنغال حجزنا ان نطلع من السنغال، تخيل، من غرب الارض الى شرق الارض، من السنغال الى الله اندونيسيا. فاحنا الله رحنا المطار وحجزنا طبعا تذاكرنا في السنغال، وطبعا احنا كنا تعبانين في السنغال، يعني كانت متعبه جدا جدا. اذا تذكر الحلقه اللي بالنار والمنطقه اللي ما فيها كهرباء، يعني كانت متعبه لكن كانت جميله بحالات القرآن وشباب القرآن اللي قابلناهم. نعم. فلما دخلنا المطار ابو محمد قالوا لنا لا ما تطيرون. ليش ما نطير؟ قالوا لازم تحجزوا لنا تذاكر الى اخر رحله، يعني بعد اندونيسيا، الصين، وكنا بنسافر ماليزيا بعدين الكويت. قال احنا ما عندنا هالتذاكر، احنا بنحجز الى اندونيسيا ومن هناك يصير خير بنرجع لكم. قالوا ابدا. شلون؟ مني من هناك مني من هناك. قالوا والله ما تطيرون. فاضطرينا ان نرجع الفندق ونجلس هنا تقريبا يومين او 3 ايام من غير شغل تعب. الرحله كانت مدتها ابو محمد، احنا خرجنا من الكويت 45 يوم ما ردينا الكويت ابدا. ما شاء الله 45 يوم كامله. الله يأجركم. مصر، تونس، سنغال، اندونيسيا، صين، كل هذه الرحله ابو محمد كانت مده 45 يوم، كل دوله قعدنا فيها تقريبا من اسبوع الى 10 ايام. ما شاء الله. السؤال شيخ، شلون اكتشفت وعرفتوا الضيوف اللي رحتوا لهم، يعني الغراء وغيره، شلون عرفت ان هذا هني وهذا، يعني من احنا اللي نشتغل اعطاك محمد المعلومه؟ سنه كامله على برنامج واحد. ما يعني شاء احنا، الله. يعني اخوي يوسف الانصاري الله يجزاه خير يسوي السيرش ويسوي البحث على المراكز القرانيه، تخيل ابو محمد، وبعدها يسافر بروحه، يسافر بروحه ويروح يقابل كل الحالات، ينقي منهم ويصفيهم. هذا ما يصير شاء الله. نقابله، هذا ما يصير نقابله، هذا المركز شلون حفظه وشنو منهجه وشلون يحفظون الناس القران، يصفي وينقي، بعدين يرجع بعدها باسبوع تقريبا نسافر سفرتنا، نكون يكون يوسف عارف كل الحالات اللي احنا راح نقابلهم. والحين احنا الحمد لله عندنا يعني فرق عمل على مستوى العالم كله يا محمد. ما شاء الله، الله الحمد لله. يبارك، الله يبارك ويطلع فيكم البركة، ويعني مبروك على البرنامج الجديد، قدوة، يعني عسى الله يوفقكم فيه. آمين وفعلا آمين. هذا البرنامج مميز، واحنا قاعد نتابعه إن شاء الله في رمضان. بس أنا مستغرب على الوقت، ليش 53؟ والله لو عندي انا ابو محمد كان جاوبتك، وهذا وقت التلفزيون. الخمس دقائق أنا ماني عارف الخمس دقائق ليش، يعني لانه هو ما لانه يأذن العصر، سلمك الله، إيه بس يأذن أنا العصر، مستغرب. وبعد العصر في برنامج اسمه رمضان اعتقد حول العالم، يكون له مده محدده، وبعد ما ينتهي يصير هذا الوقت اللي هو 4 الى 5. وهذا تقريبا يعني انا غالب الناس في الكويت يقولوا لي بما ان احنا قاعدين في البيوت هذا وقت يعني وقت ممتاز لمشاهده البرنامج. يعني البرنامج طبعا شيخنا، طبعا الاستاذ الاعلامي يوسف الانصاري يقول يعني ساعه وايد مع الشيخ، اعتقد ان الوقت يبي لنا وقت ثاني بعد. الحين احنا باقي 5 دقائق على ينتهي البرنامج، وانا قلت له يعني مع اخوي يعني ابو سالم راح يضيع الوقت كله وغيره، الله ولكن نبي يعزك. ما دام احنا برنامجنا حفاظ من بلدي، نصيحة أخيرة في رمضان، شهر رمضان شهر القرآن، نصيحة يا شيخنا، الناس كلها قاعد تكتب في الدائري وغيره، نبي نصيحة كيف نحفظ القرآن، كيف نراجع القرآن، أنا كيف نبدأ خطوات معينة في رمضان خاصة في هذا الشهر. أبو محمد باختصار، رمضان شهر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع القرآن في رمضان كل ليلة مع جبريل عليه السلام. وكانوا العلماء وأصحاب الفنون، الفقه والعقيدة والسير وغيرها، يتركون كل هذه الفنون ويتفرغون للقرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا رمضان خير، هذا رمضان مختلف،
هذا رمضان عطاء من الله سبحانه وتعالى، هذا رمضان الله سبحانه وتعالى قال حق عباده بهذه الطريقه، يلا انا فرغتكم من كل مشاغلكم، لا عندكم مدارس عيالكم، ولا عندكم شغل الصبح، ولا عندكم عذر ان انت ترجع من الدوام متاخر تبي تنام ما عندك وقت ختمه. اليوم كل ما عندك من خير سارع فيه. اليوم نعم تطبق علينا الايه سابقوا الى مغفره من ربكم. وسارعوا الى مغفره من ربكم. اليوم تطبق علينا الايه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله الله بالختمات العديده. مو اقل من نعم 3 ختمات، كلنا مو اقل من 3 ختمات في رمضان. وزد على ذلك. الله الله في بدايه حفظ القران، اجعلها اليوم بدايه. ابو محمد اسعد بيوت المسلمين اليوم البيت اللي فيه حافظ يا ابو محمد. اليوم أكيد البيت اللي فيه حافظ القران ما انقطع عن صلاه التراويح ولا راح ينقطع أكيد عن صلاه القيام. اليوم اذا عندك ولد حافظ يصلي فيك وتسمع تلاوته الجميله، اذا انت يا الاب حافظ الحافظ تصلي في ابنائك من كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم في بيوت من المسلمين ما عادوا يصلون، كل واحد قام يصلي بروحه لانه ما فيهم حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه ميزه. اليوم نبدا النيه، اللي ما حفظ اولاده يبدا من رمضان باذن الله بعد ما تنتهي ويكشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمه، يجيبوا شيخ لاولادكم. النقطه الثانيه، انت يا اب احفظوا القران، عزموا على المنصات انفسكم شيخ، المنصات الان اللي احنا عندنا ابلكيشن رمضان في بيتك، في منصات وتقدر تحفظ فيها القران وتتابع اي عن طريق والله. وزاره واليوم الاوقاف. ها اليوم ما عندنا عذر ابو محمد، انت تقدر اليوم شيخك يكون عن طريق موبايلك. ابدا نعم بحفظ القران واعزم على نعم حفظ القران، حتى اذا قابلنا الله سبحانه وتعالى ما نقابله فقط ب7 آيات من سوره الفاتحه، نقابل الله سبحانه وتعالى باجزاء من القران. ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، عليها. يقال لقارئ القران وصاحب القران اقرا وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراه. يعني كل ما تحفظ كل ما ترتقي بهذه الايات. وانصح الله 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 بالصدقه اليوميه ولو دينار. نعم الله الله بالسنن الرواتب ال 12 ركعه بيت في الجنه. الله الله بالاذكار، اذكار الصباح وغيرها من اوراد اجعل لك ورد في الذكر 100 مره 200 مره 1000 مره. سبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله الله بكل هذه الافعال. الله الله بصله الرحم، لا تنقطع عن اهلك، لا تنقطع عن جيرانك، اتصل عليهم واسال عنهم. الله الله بالسحور، الله الله بتعجيل الفطور، الله الله بالدعاء عند الفطر، هناك دعوه للصائم لا ترد. هذه ايام مباركه مباركه مباركه. حديث النبي عليه الصلاه والسلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. واحنا اللهم لك الحمد، عندنا الصحه اللهم لك الحمد، وعندنا الفراغ، عندنا الفراغ اللهم لك الحمد. فالله الله بهذا رمضان ادعوا لنا وندعو لكم ان الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ويتسلم منا مرض رمضان مقبولا باذن الله عز وجل. كل الشكر لك يعني فضيلة الشيخ وفهد الكندري أبو سالم الصديق العزيز الحبيب حبيبي اللي يدخل حبيبي إلى القلب اللي ما الله يعرفه يبارك صراحة. فيك الله يعني يعزك شو أقول، أنا يعني شهادتي فيك مجروح، أنت عارف ما يحتاج أنا أتكلم. وطبعا ما حبيبي أتكلم، لكن أتكلم على موهبتك في كرة القدم، بس ما عندنا وقت للأمانة. ولكن ما إحنا باكر إن شاء الله بنفس الموعد مع إن شاء الله الشيخ سلطان والنعم بدر، الشيخ سلطان بدر الإسلام، باكر ويانا نفس الموعد ان شاء والنعم الله. أبو في مشاري أبو وهو مشاري باكر أبو موجود مشاري من ويانا القراء اللي تبارك الرحمن تسمع قراءته ما ودك يوقف من قراءته ما شاء الله الطيبة وقراءته العطرة وقراءته العذبة. وهؤلاء من أمثال الشيخ سلطان من القراء اللي عندنا في الكويت كلهم، ما بي أقول اسم عشان لا أنسى أحد، والله إنهم زينة هذا البلد. يحفظ الله أكيد. سبحانه وتعالى هذا البلد بهؤلاء حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى اللي كلنا نفتخر فيهم. الله يجعل وانت هذا حد البلد دائما وانت عامر وانت خير. وانت مزيننا، الله يحفظك في يا بعد لقائنا، قلبي ومزيننا في 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 بلدنا، وقدوه للجميع. عسى الله يبارك في حبيبي صوتك، والوقت قاعد ينزل ويقول لنا عشان لازم نودع، نودعك طبعا الله يحفظك ان شاء الله، نودعك في البرنامج بس ما نودعك ان شاء الله في اي شيء حبيبي يا ابو لك ان محمد شاء الله نلتقي بعد قريب ان رمضان. شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله، وكل الشكر لك على اتاحه لنا الفرصه ان احنا نقابلك اليوم وتعطينا تجربتك في حفاظ من بلدي في شكر كتاب الله لكم يا ابو الكريم. محمد، شكر الله لكم، يجزاك خير، شكر للوزارة على هذه البرامج سواء هذا اللايف او غيرها. الله طول يجزاكم لي خير، بعمرك، انتم على ثغر طول لي وقاعد عمرك، تفيدون الناس، عسى الله يبارك طول لي فيكم بعمرك، ويتقبل منكم. الله يجزاكم. احنا طبعا الحلقه اللي بيشوفونها موجوده ان شاء الله 24 ساعه، وكذلك موجوده في حساب طبعا في ابلكيشن رمضان في بيتك. الشكر موصول للشيخ فهد، نشوفكم ان شاء الله على خير. على خير ان حياك شاء الله الله شيخ، طول لي حبيبي يا بعمرك، محمد. الله يطول لي عمرك، مع السلامه.
شيخنا الفاضل الشيخ فهد الكنديري إمام نزل كبير، أشوفكم باكر نفس الموعد، الوقت خلاص خلص، نفس الموعد باكر من الساعة 10 الساعة 11 مع إن شاء الله الشيخ سلطان. شكرا لكم ومع السلامة.